انطلقت مساء أمس فعالية النسخة الثالثة من احتفال نور الرياض 2023 تحت شعار قمرة على رمال الصحراء، وهذا بعرض خاص في مركز الملك عبد الله المالي. الزميل عبد الواحد العتيبي شاهد العرض وعايشه على أرض الواقع وعاد لنا بهذه التفاصيل. احتفال نور الرياض هذه السنة تحت شعار قمرة على رمال الصحراء، بيكون مشارك معنا أكثر من 100 فنان عالمي وسعودي، منهم 30 سعودي وسعودية، بتتوزع أعمالهم في أنحاء المدينة. طبعا عندنا أكثر من 120 عمل فني، وبيكون عندنا أكثر من 500 فعاليات. طبعا كل هذه الأعمال حتكون متوزعة زي ما قلت لك في أنحاء المدينة على 5 مواقع رئيسية، اللي هما كافت، جاكس، وادي نمار، وادي حنيفة، ومتنزه سلام بإذن الله. أول مرة الصراحة أكون جزء من نور الرياض، فخورة، وبين طبعا فنانين كبار منهم من السعودية ومنهم من الانترناشنال سين طبعا، فشيء جدا صراحة مميز وجديد. هذا المساء حينما يشع نور الرياض من خلال هذه الأعمال الاستثنائية، أعتقد أن هذه واحدة من المناسبات ومن البراهين والأدلة على أن الرياض هي عاصمة القرار العربي، بل هي عاصمة الفعل العالمي الحقيقي الآن، ونحن فخورون بما تحقق في مدينة الرياض ومتطلعون أكثر لما سيتحقق في المستقبل بإذن الله تعالى. نحن في زمن نحلم ونحقق، نحن في زمن رؤية يقودها سمو السيد الأمير محمد بن سلمان الذي حول أحلامنا إلى حقائق. فشكرا بحجم هذا الوطن الجميل لكل من يقف خلف هذه الإنجازات الجميلة. نور الرياض يميزه أنه فيه فنانين عالميين وفنانين سعوديين، فيخلق لغة حوار بين العالمين، ويعطي فرصة للفنان السعودي أنه يعرض ثقافتنا وعنا وأفكارنا ومبادئنا للعالم. كتبوا قصة للاحتفال، فاختاروا أعمال تمشي مع هذه القصة، وهذه القصة تحدث في 5 مواقع، وكل موقع مناسب للأعمال الفنية اللي تعرض فيه. فمثلا في المركز المالي الأعمال تكنولوجيا وسريعة وحديثة، والأعمال الطبيعية مثلا في الوادي حديقة سلام فيها أعمال مناسبة للعوائل والأطفال، فهذا أحس أنها ميزة للاحتفال إن شاء الله.